Sai, non so. E li fede. Da internet kralı da artık yani Cükre. Her şey. O da. Sırf Il buff of smoke. Zot che per defetto rubazzare laterale laterale e il buff of smoke da بتاعت المويه مويه اي ما انا عارف ايه يعني ايه كلمه buff of smoke يعني ايه هنا اللي يقول لك ماركت ايه بيحصل اوكلوجن تقريبا للانترنال كاروتيد وبيحصل بالظبط بداله فاسكولاريزيشن في سمول فيسل. بالظبط ماركت كولاترال نتيجه للماركت ستينوزس اوف ذا ميجور فيسل ماشي يعني انترنال كاروتيد ارتري في ماركت ستينوزس مش باين قوي بس باين قوي الكولاترالز يعني ماشي فالماركت كولاترالز دي بيبقى ايه ده معناه ان العيان ده هي دي اللي بيتقال عليها بفر سموك وده نتيجه للماركت ستينوزس اوف ذا انترنال كاروتيد ارتري نوع من الفاسكولايتس باين في الام ار هنا ان ايه في ماركت كولاترال في السي سيف سيستم بيحبوها قوي على فكره هي المويه مويه وهي كلمه مويه مويه يعني بفو في سموك بس انا مش عارف انهي مويه يعني بفو وانهي مويه يعني سموك ولا هي مويه واحده يعني بفو في سموك مش فاهم عايز واحد يعني بيفهم ياباني طب لو هي مويه واحده يعني بفو في سموك طب كررها ليه؟ ليه سماها؟ تأكيد يا باشا، تأكيد. يعني حاجه اسئله برضو بتزعجني قوي ماشي طب عايزين بقى واحد شاطر بس ما يكونش حضر كورس النيورو يقول لي انواع الفاسكولار مالفورميشنز اللي بتيجي في البرين كلها احمد رفع ايوه باشا انت ما حضرتش معايا نيورو صح؟ لا لا طب يلا بقى يلا باشا قول لي اول فاسكولار مالفورميشن دي ايه؟ هيماتوما مالتيبل واللي وفيهم واحدة مالتيبل كبيرة فاريبل سايد والليبيوليتد رأيك فيها؟ بص السيكونس دول كلهم ده اس دبليو اي اس دبليو اي كل السيكونس ده اس دبليو فدي ايه بقى؟ هيماتوما لا ده احنا بنتكلم ازاي هيماتوما بس فاسكولار مالفورميشن ماسك كلهم فاسكولار مالفورميشن اي في ام اول واحده ايه في ام لا ده انا ازعل منه خالص لا مش عارف اجيبها بصراحة طب حد يقول اي حاجه يا شباب كافرنوما كافيرنس مال فورميشن مالتيبل كافيرنس اول حاجه مالتيبل خصوصا في الجريدينت او في الاس دبليو اي هتلاقيهم مالتيبل ماشي بيبقى ليها لوبيوليتد بوردر خد بالك في الكونتراست بتبقى نون انهانسنج اوكي فدي مالتيبل كافيرنوما طب ودي هي شبه الكافرنوما بس بتيجي في البرين ستيم وبدل ما بتبقى مالتيبل بتبقى سنجل ولو حقنت صبغه بتبقى انهانس صعبه دي شويه معاك دي اسمها كابيلاري تلانجكتيزي ايه الفرق بينها وكافرنس مال فورميشن اللي قلتهم اولا الاثنين سلو فلو مال فورميشن خلاص ده رقم واحد رقم اثنين الكافرنس مال فورميشن بتبقى مالتيبل يعني لو حتى جت في البرين ستيم لو عملت بقيه البرين هتلاقي فيه في كذا ليجن تاني عمرها ما تبقى سنجل او كافرنس مال فورميشن حتى لو انت شفتها سنجل في الكونفنشنال ام ار اي لو عملت جريدينت او عملت اس دبليو اي هتلاقي كذا واحده تانيه طيب ده رقم اثنين رقم ثلاثه لو حقنت صبغه الكابيلر تلانجكتيزيا انهانس لكن الكافرنس مال فورميشن بوزيتيف اوكي طيب ثالث واحده بقى اللي هو كابت ميدوزا ابيرنس ده دايليتد ميدالا ريفين وفي شوية فيسلز دريننج انتو ذيس ميدالا ريفين هي دي كانت فيستولا تقديرها ساينس بس يا جماعة الفيستولا أو الاي في مال فورميشن لازم تلاقي دايليتد فينز في كل البرين صح يعني صح
وفي حته كبيره وضيليه كورتيكال فينز بتاع، لكن دي بارينكيمال ليجن وفي كبد مدوز ابيير بت انهانس على فكره. احمد يا باشا دي الفينوس انجيوما بالظبط كده، او اسمها الثاني ديفلوبمنتال انومالي. لو انت قريت اوزبورن اللي كاتبه على الديفلوبمنتال ايه فينوس انومالي، كاتبه كلمه يعني في منتهى الغرابه جدا، بتقول لك ايه؟ لو انت ما شفتش حاله فينوس انجيوما كل شهر يبقى انت ما بتحقنش حالات كفايه في في اليونت بتاعك. يعني انت لو بتحقن حالات كفايه هتشوف حاله فينوس انجيوما على الاقل شهريا هتشوف واحد ماشي، لانها ايه بتبان قوي في الانهانسمنت، ممكن ما تبانش في النون انهانسمنت ايمجز، لكن مع الانهانسمنت هتشوف واحده على الاقل شهريا ماشي. هي فيري كومن فاسكولار مالفورميشن هي الفينوس انجيوما او اسمها الثاني ديفلوبمنتال فينوس انوما. هل هي انسيدنتال فايندنج؟ لا، ممكن يحصل منها كومبليكيشن طبعا، ممكن يحصل منها بليدنج مش انسيدنتال فايندنج. لا طبعا صعبه جدا يعني، ناس كتير ما بتجيبهاش، بس هي فيها هيما قطر. لو انا قلت لك بيت الكونفنشن هتلاقي في هنا في ليفت سيربال هيما قطر وفي دايليتد فيسلز على السيرفيس اوف ذا برين، وبعد كده في دايليتد ميدلري فينز واصله لحد الكرويد بليتس. يبقى دي ايه؟ وطبعا اسهل تشوفها في الكونتراست انهانسد ام ار ار، دي اللي اشتري جوبر سندروم يا جماعه. ايه اللي اشتري جوبر ده؟ مش كان ليبتومنينجيال انجيوماتوزيس، وكان بتبقى الابسي لاترال كرويد بلكسس انلارجد وانهانسنج، وفي مالتيبل دايليتد فيسز كونكتنج ذا دايليتد فيسز الونج ذا مننجيس، في فينز دايليتد كونكتنج الكرويد بلكسس مع الايه؟ مع الليبتومنينجيال انجيوماتوزيس. فده اللي اشتري جوبر سندروم. سيبنا من ده نيجي لده، يبقى اسهل واحده يعني. AVM AVM ولا AVF؟ لا AVF. طب ليه مش AVF؟ عشان فيها ايه؟ نايدس. عشان فيها نايدس ماشي، الارتيريو فينوس مالفورميشن يبقى فيها نايدس، الارتيريو فينوس فيستولا ما فيهاش نايدس خلاص كده. الارتيريو فينوس مالفورميشن غالبا بتبقى بايل، لكن الارتيريو فينوس فيستولا غالبا بتبقى ديورال. تشوفها اكتر ما تشوفها، لو انت عايز تشوف تشوفها اكتر ما تشوفها في الديورال ساينسز، ده المكان الاكتر مكان في البريد تشوف فيه ايه؟ ديورال ارتيريو فينوس فيستولا ماشي. يبقى الاي في ام في نايدس، الاي في اف نو نايدس، الاي في ام غالبا بايل، الاي في اف غالبا ديورال ماشي كده خلاص. فدي ايه؟ اي في اف بقى. ليه؟ لان انت شايف دايليتد فينز بس مش شايف نايدس. دي كل انواع الفاسكولار مالفورميشنز اللي بتيجي في البرين، كافرنوما، كابيلار تنجكتيزيا، فينوس انجيوما، شترج روبر سندروم، ديورال اي في اف، وبايل اي في ام. مش متخيل ان هم يبقوا صعبين كده. لو انت حقنت صبغه هتشوف ايه؟ الكابيلار تنجكتيزيا انهانس، ممكن يحصل لها انهانس، الفينوس انجيوما انهانس، شايفين الشجره دي كابت من جزء ابيرنس. الشترج روبر، الشترج روبر لو انت داخل امتحانات لكن يجيبها لك سي تي عشان تبقى فاهم، مش هيجيب لك فيلم سي الا يعني لو امتحان ماجستير يعني خلاص. لو ماستر يجيب له فيلم سي تي وفي هيمي اتر وفي في كورتيكال كالسيفيكيشن عشان يقول دي شترج ويبر، لكن هيجيبها لك ام ار، وانت هتقابلها في الكلينيكال براكتس دايما ام ار. دي المشكله بقى، ومش هيقول لك والله ان العيان عنده بقعه في وشه وعنده بورت واين ستين في وشه، فانت لازم تاخد بالك لان انت لو غلطت فيها تبقى منظرك وحش. تاخد بذلك ازاي؟ لو لقيت فيه ليبتومنينجيال انهانسمنت، لو لقيت فيه انلارجد كرويد بلكسس ماشي وفيها ماركت انهانسمنت كده، يبقى ده شك خليك تشك اكتر في الاشتاج روبر سندروم. طبعا الديورال اي في اف برضه ممكن الدايليتد فينز هتلاقي فيها ايه؟ واخده انهانس. يبقى ده احنا قلنا الفرق بين الاي في ام والاي في اف، ان الاي في ام هاز نايت ماشي، لكن الاي في اف هاز نو نايتس. غالبا بتشوفها فين؟ في الديورال ساينس. لو خدت مقاطع ديورال ساينس هتلاقي فيه شويه دايليتد فيسلز جوه الديورال ساينس. الاي في ام عشان تشوفها لازم تحقن انترنال كاروتيد انجيوجرام، لكن الديورال اي في اف هتحقن اكسترنال كاروتيد. لو حقنت انترنال كاروتيد مش هتشوف حاجه. ماشي.
سهلة دي طبعا. انيوريزم طبعا يعني هتكون بس انيوريزم كده، بس مش عايز تقول كلمة قبلها. سيكولار انيوريزم ماشي ماشي ساكلر ماشي، بس الحاجة يعني سبيسيفيك أوي كمان في الساكلر، كبيرة شوية. جاينت جاينت انيوريزم يعني، زي ما تقول جاينت انيوريزم. فين ده؟ انيوريزم فين؟ واحنا دلوقتي في ال في السوبرا كلينويد بورشن بتاع الانترنال كاروتيد. بالظبط كده، في الانترنال كاروتيد ارت، بالظبط في السوبرا كلينويد بورشن، في جاينت سيريبرال ارت انيوريزم. هو جاينت انيوريزم حجمه بيبقى اكتر من الانيوريزم العادي بقد ايه؟ الرقم ده مهم، 2.5 سم 2.5 سم او 25 مللي. ماشي، ما تنسهوش. يا ويلك بقى لو جاب لك حاله سيربرال انيوريزم، وانتوا عارفين طبعا بدون ذكر اسامي مين اللي هيقعد يسالك في الانسيدنس بتاع كل واحد. ماشي. ايوه عارفين. انا حبيت ايه احذر، انا جايب لكم شويه امثله كده للانيوريزم، تقولوا لي الفيسل اللي طالع منه. ده طبعا ايه الفحص ده، نوع ايه؟ انترنال كورتيكال انجيوجرام. انترنال كاروتيد انجيوجرام، ده انتروبوستير فيو وده لاترال فيو. خلاص، ده الانتيرو سايبر ارتي وده الميدو سايبر ارتي. يبقى ده الانيوريزم فين؟ في الانتيرور كوميونيكيتنج. بالظبط، الله ينور عليك، في الانتيرو كوميونيكيتنج، ده الموست كومن لوكيشن للانيوريزم، هو الانتيرو كوميونيكيتنج ارتري انيوريزم. خد بالك لما بتحقن انترنال كاروتيد انجيوجرام على ناحيه، بيعمل اوباسيفيكيشن للانتيرو سايبر ارتريز على الناحيتين، بس تبقى واخد بالك. يعني ده الليفت وده الرايت ايه؟ انتيرو سايبر ارتري وده الانتيرو كوميونيكيتنج. ماشي. ما بيكملش ليه بقى دكتور هيثم في الناحية التانية، يعني في الاي 1 سيجمنت بتاعت الناحية التانية ويخش على الام سي اي كده؟ لا، ما بيعملش كده غالبا يعني. يعني الفلو ما بيمشيش كده غالبا، ما اعرفش ليه الحكمه يعني، بس عمره ما بي، لان اكيد الفلو في الاتجاه العكسي، مش فاهم يعني، الفلو في الميدل سايد في الاي 1 سيجمنت الناحيه الثانيه بيبقى الدايركشن بتاعه كده، فلا يمكن يحصل، صعب يحصل له، بس ما اعرفش، ما عنديش تفسير، انا مش بتاع انترفنشن او عشان ما اقولش حاجه وانا مش فاهم. خلاص، ده الانيوريزم ده فين؟ اولا ده الفحص ده ايه بالمناسبه يعني؟ ترنر كورد انجيوجرام لاترال فيو، صح؟ ماشي، ده السيرفايكال سيجمنت ودي البتراس سيجمنت، دي الهوريزونتال بتراس سيجمنت وده الفيرتيكال سيجمنت بتراس سيجمنت، ودي الكابرنا سيجمنت وده كاروتيد سايفون، ودي السوبرا كلانيوس سيجمنت. بدات بعد ايه السوبرا كلانيوس سيجمنت؟ بعد ما طلعوا انهي ارتر اللي قدام ده؟ من أفسنك ده الاوفثالميك ارتر، والارتر اللي ورا ده الكبير ده ايه؟ الانتيريور كرويدل. لا، انتيريور كرويدل اصغر من كده شويه. ماشي، بس هو بيبقى طالع وبيبقى فيه اتنين، بس الانتيريور كرويدل اصغر من الارتر ده. الانتيريور كرويدل محتاج فيو اكبر من كده شويه، يعني بيبقى رفيع قوي بالمقارنه بده يعني. ده الـ posterior communicating. كوميونيكيتنج، بالظبط، برافو عليك. ماشي، اللي كان انتيرو كرويد، بعد كده حصل له بايفوركيشن لانتيرو وميدل سيرف، فده ايه؟ سوبرا كلاينويد انترنال كاروتيد ارتري يعني. نفس الكلام برضه، ده انتيرو رايت انترنال كاروتيد انجيوجرام اي بي اند لاترال فيو. ماشي، الانيوريزم ده بقى طالع منين؟ إيه؟ من الاوريجين بتاع البستير كوميونيكيت. بالظبط كده، الاوريجين اوف ذا بستير كوميونيكيتنج ارت، ده السكند موست كومن لوكيشن للسيريبرال انيوريزم. لا تنسى هذا، ده ايه ده بقى؟ يا لهوي، البازلر بازلر ايه بقى؟ تيب اوف بازلر انيوريزم. بازلر تيب جاينت انيوريزم، خلاص؟ ده هو one of the most common location للجاينت انيوريزم، تمام؟ فده بازلر تيب ده، وده فيرتبرال ايه؟ انجيوجرام، والارتري ده ايه؟ اللي عامل لوبس ده. الايكا. لا، اللي عامل لوبز ده البايك، خلاص. تقريبا فيري سمول، اعتقد ما بيتشافش بسهوله كده، صح؟ الايكا، الايكا صغير جدا، هو غالبا ده. ماشي،
والسبير سريبال والبوستيرو سريبال مستخبيين ورا الايه، ورا البازلر تيب انيوريزم. ده انهي نوع من الانجيوجرام ده؟ ده انترنال كاروتيد ارتري. نعم، فيرتبرال، فيرتبرال انجيوجرام بالظبط. ده الفيرتبرال ارتري، وده البازيلر، وده البوستيرو سيربرال، وده السيربير سيربرال. امال الارتري ده ايه بقى؟ ده البايك بالظبط كده، فده بايك انيوريزم. برافو عليك. اخر واحد بقى هجيب لكم مثال ليه، ده برضه فيرتبرو بازلر انجيوجرام. ده الفيرتبرال خلاص، وادي البايكا، وده ايه؟ دوت البوستيرو سيريبرال، وده ايه؟ الرايت سوبيرو سيريبيل. في ايه؟ في انيوريزم طالع من الرايت سوبيرو سيريبيلر عند الاوريجن. طبعا هو دايما معظم الانيوريزم بيبقوا عند الاوريجن. خلاص، يبقى السيريبرال انيوريزم كانسيدنس 90% منها بتبقى عند الانتيرو سيركيوليشن. والانسيدنس مهمه، لو جت حاله هتتسال فيها ماشي. لو بصير سيركيوليشن 10% خلاص. الموست كومن لوكيشن انتيرو سيريبرال انتيرو كوميونيكيتنج ارتري كومن 40%، سوبرا كلاينويد انترنال كاروتيد 30%، ميدل سيريبرال ارتري بايفوركيشن 20%، وال 10% بصير سيركيوليشن بازيلر تيب اكتر حاجه، سيبيرو سيريبيلر البايك. طب الجاينت بقى، الجاينت الانسيدنس تختلف شويه، يعني الانسيدنس في البوستيرو سيركيليشن بيعلى، بدل ما كان 10% بيبقى بقى 35%. فاني يعني لو قال لك كده مثلا، هل الجاينت انيوريزم اكتر في البوستيرو سيركيليشن ولا الانيوريزم السكند انيوريزم العادي؟ لا طبعا الجاينت اكتر في البوستيرو سيركيليشن، لكن ما زالت برضه اقل من الانتيرو. يعني الانتيرو 65% لكن البوستيرو سيركيليشن 35%. حلو، ممكن تشوفها في الكلينيكال براكتس عادي وتنزل لك عادي جدا. spinal AVA malformation. spinal AVA AVF AVF يا راجل، AVM. احنا قلنا لو فيها نايدس تبقى AVM، لو فيها ما فيهاش نايدس تبقى ايه؟ AVF. فدي multiple dilated vessels surrounding the spinal cord، مش شايف انت نايدس. لو شفت نايدس نقول عليها ساعتها AVM. فدي ايه؟ dural AVF. اللي يا دكتور ما قلتش باير، ما اعرفش، هو الـ AVF غالبا dural والـ AVM غالبا باير، ماشي كده؟ فده spinal dural AV fistula. AVF ومعها ايه؟ ليها معها abnormal signal في السباينال كور من الستيل فينومينا بتاع. لا مش ستيل فينومينا، لا الاسكيميا دخل في اسكيميا؟ لا هو دخل في الاسكيميا بس مش الستيل فينومينا، لان الليجن اساسا ديورا الارت الاي في اف موجود في الديور من الفينوس هايبر تنشن نتيجه دايليتد كولاترالز، فاهمني؟ دايليتد فينز سراوندنج السباينال كورد، برضه الفينوس درينج بيخش بيدخل على الفينز دي، فنتيجه للفينوس هايبر تنشن بيحصل ايه؟ مايلوباثي. ماشي، دي مهمه قوي الساين دي، ان هو لما تلاقي انترا ميدالر ابنورمال سيجنال في عيان عنده ديورال اي في اف يبقى دي نتيجه للفينوس هايبر تنشن كورد مايلوباثي. ماشي، دي بقى الاي في ام، دي اي في ام بقى فيها نايدس في السباينال كورد. بالمناسبه صحيح الانتيرو سباينال ارتري بيطلع منين؟ عشان سالوني السؤال ده وانا كنت في الماجستير. بيطلع من الانتيرو فيرتيبرال ارتريز. بالظبط كده، بيطلع من الانتيرو فيرتيبرال ارتريز، لكن بيجي له برانش من الاورطه. حد عارف؟ الارتر اللي بيطلع من الاورطه اللي بيسبلاي السبينال كورد بيجي له برانشات من الاورطه، يعني بتنهانس الانتيريو سباينال ارتري ده.
ارتري اوف ماكيليكس باين ادم كيفيكس. ادم كيفيكس السؤال دي فيفو، انا في الماجستير والحمد لله كان الدكتور عمرو قال لي اسمه، فعشان كان اسمه غريب كان حفظته. ادم كويكس ادم زي كده كيفيكس. ادم زي كده ماشي، ده الارت اللي بيطلع من الاورطه وبيسبلاي السباينال كورد، ان هو بيكمل مع يعني الانتيرو سباينال ارتري بيجي له برانشات من الاورطه تحت في الابدومين يعني عشان يكبروا شويه يعملوا انهانسمنت شويه ان هو طالع من فوق قوي. فالارت اللي بيجي له من الاورطه اسمه ارتري في ادمز كيف. عشان كده الناس اللي بيجي لها اورتيك دايسكشن احيانا بيجي لها انتيرو سباينال ارتري انفاركشن، لو كان هو طالع من البرين بس يبقى كان لازم ما كانش عمل انتيرو سباينال ارتري انتيرو سباينال كورد انفاركشن.